السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الإملاء. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى، مجال عالم الأصدقاء، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذن عنوان مدرستنا لهذا اليوم الشمسية والقمرية. الشمسية والقمرية. إذن من خلال درسنا لدي اليوم سنتعرف الفرق بين الشمسية والقمرية. أتلفظ وأسمع: ال زائد قدم، القدم، ال زائد طعام، الطعام، الطعام، القدم، الطعام، كرة القدم، القمرية، مائدة الطعام، الشمسية. لاحظوا معي في الشمسية اللام لا تنطق. الطعام، القدم، كرة القدم، مائدة الطعام. إذا أتعرف الحروف القمرية والحروف الشمسية. إذا هناك حروف هي أصدقاء لأل القمرية وحروف أصدقاء لأل الشمسية. أصدقاء القمر وأصدقاء الشمس، ممكن أن نسميها أصدقاء القمر وأصدقاء الشمس. مثلا الحروف القمرية: القاف، العين، الحاء، الواو، الميم، الألف، الهاء، الغين، الخاء، الياء، الجيم، الباء، الكاف، والفاء. هذه هي أصدقاء القمرية. أصدقاء الشمسية: الشين، الدال، الصاد، الثاء، الضاد، التاء، الظاي، الضاء، الذال، النون، الراء، اللام، السين، والطاء. إذن هذه أصدقاء الشمسية. أصنف شفهيا الموجودة في بداية الكلمات الآتية. إذن لدينا مثلا هنا الموسم، الموسم، القمرية، القمرية، اللعب، اللعب، اللام هنا من أصدقاء حروف الشمس. إذن اللعب، الشمسية، الملونة، القمرية، الحديقة، القمرية، النادي، الشمسية، الأطفال، القمرية. إذن القمرية لدينا الموسم، الملونة، الحديقة، الأطفال، والشمسية لدينا اللعب، النادي، تطبيقات كتابية. أصنف أسماء أصدقائي وصديقاتي في القسم إلى مجموعتين. إذن سنصنف أسماء أصدقائنا وصديقاتنا إلى مجموعتين داخل الفصل. إذن مثلا مجموعة الشمس، مثلا لدينا نور الدين، طه. إذن ومجموعة القمر لدينا هشام، أحمد. وهناك عدة أسماء أخرى. التلاميذ والتلمذات الذين تبتدئ أسماءهم بحرف شمسي، وهنا التلاميذ والتلمذات الذين تبتدئ أسماءهم بحرف قمري. إذن الحروف الشمسية أو القمرية. يمكن أن نضيف هنا مجموعة القمر: أسماء، اسم بنت، مجموعة الشمس: لمياء. أدخلوا الشمسية أو القمرية على الكلمات التالية وأبين نوع ال. إذن هنا سندخل الشمسية أو القمرية على كل كلمة من هذه الكلمات ونبين نوع ال، هل هي شمسية أو قمرية. إذن مثلا أصحاب،
الأصحاب. إذن هنا القمرية، نوع القمرية. صاحب، الصاحب. هنا الشمسية، نوع الشمسية. رفيق، الرفيق. الشمسية، الراء من أصدقاء الشمسية، إذن الشمسية. لعب، اللعب. الشمسية. حديقة، الحديقة. القمرية. وأخيرا ورود، الورود. القمرية. أصحاب، الأصحاب. القمرية. صاحب، الصاحب. الشمسية. رفيق، الرفيق. الشمسية. لعب، اللعب. الشمسية. حديقة، الحديقة. القمرية. ورود، الورود. القمرية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.